حياكم الله مشاهدي برنامج الملعب من جديد. ضيوفي في هذا المساء الدكتور عبد العزيز الخالد، وطبعا عبر استديوهاتنا من جدة خالد قاضي. الحديث طبعا عن الآسيوية ومباراة اليوم جمعة الاستقلال الإيراني بالهلال السعودي، انتهت بفوز الهلال بهدف مقابل لا شيء. نشاهد التقرير. تغلب فريق الهلال السعودي على نظيره الاستقلال الإيراني بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب آزادي بإيران ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وسجل نواف العابد هدف المباراة الوحيد في منتصف الشوط الأول، إلا أن الفريق المضيف كانت له فرصة خطيرة قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حصل الفريق الضيف على هجمة مرتدة عن طريق البرازيلي ويسلي ليمررها للبيشي الذي سددها خارج المرمى، وفي آخر المباراة كانت هناك فرصة للتعديل للفريق الضيف لم يستثمرها مهاجمه لتنتهي المباراة وليرتفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط في المركز الثالث بالتساوي مع العين الإماراتي صاحب المركز الثاني. دكتور، فوز يعني عاد الأمل للجماهير الأهل الهلالية. بصراحة يعني الهلال كان اليوم في قمة حضوره وقمة توهجه، العمل الفني كان على أعلى مستوى، الروح القتالية اللي لعب فيها الفريق كانت ممتازة جدا، الفريق كان فعلا مبهر اليوم في مباراة اليوم، أدى أداء بطولي وأداء رجولي فعلا رغم الظروف الصعبة، يعني بدءا من نهاية المباراة والخسارة والضغط النفسي في فترة أقل من أسبوع يجب أن يلعب مباراة الرد خارج أرضه على ملعب الفريق الإيراني، المدرب الإيراني يهدد الفريق السعودي أن سوف ينتظرون في المطار، ضغوط نفسية، الجمهور اليوم لم يكن جمهور عادي أبدا سواء في التشجيع أو في الخروج عن النص في بإيقاف المباراة لأكثر من مرة، ومحاولة استفزاز لاعبين الهلال اللي كانوا فعلا على مستوى الثقة وعلى مستوى تحمل المسؤولية يمثلون وطنهم بشكل حقيقة ملفت للنظر. أسعد كل الرياضيين السعوديين، الجمهور السعودي بأكمله اليوم كان أكيد مع الهلال، جمهور الهلال اليوم كان سعيد جدا لأنه فعلا الهلال كان حاضر على مستوى عالي، الهدوء اللي كان عليه اللاعبين هدوء وليس برود، يعني الهدوء اللي رغم الاستفزازات والمخاشنات والضغط النفسي والجمهور الغير طبيعي صراحة، وربما تكون علامة استفهام أتمنى الأستاذ خالد يعلق عليها بعد شوي، اللي هو الاتحاد الآسيوي وتعامله مع الاتحاد الإيراني ومع الملاعب الإيرانية لأكثر من مواسم سابقة، وللأسف أنه فترة من موسم المواسم أخذ أفضل اتحاد على مستوى آسيا، وهذه لا شك علامات استفهام كبيرة جدا بالنسبة للكرة الإيرانية والاتحاد الإيراني. نعم. الجانب الحقيقة الملفت اللي هو العمل الفني الجيد سواء من المدرب أو من اللاعبين، دور لاعبين الخبرة سواء ويسلي أو ياسر القحطاني، واليوم حضور عودة ماجد المرشدي بروحه وأداء ممتاز، أسديري كان مقنع تماما بثقته رغم صغر سنه والضغط النفسي اللي حصل عليه بعد المباراة الأولى، دور ياسر الشهراني وزملاء لاعبين طبعا بالنسبة لنواف سالم الدوسري سلطان البيشي الجميع الحقيقة كان حاضر بشكل ممتاز، الفريق كان مقنع فنيا لكن ليس القمة أو ليست الدرجة الكاملة، لازال لدى الهلال الكثير من العمل. إذا وين ملاحظاتك الفنية دكتور؟ أنا أقول أكبر مشكلة تواجه الهلال هو العمق الدفاعي، التنظيم الدفاعي بشكل عام، ومشكلة العمق الدفاعي وعدم وجود لاعب محور دفاعي على مستوى عالي. العمق الدفاعي تحديدا في أوزية والمرشدي وأوزية حتى أوزية ليس يعني ثقيل في الحركة، لكنه لو كان في لاعبين ارتكاز على مستوى عالي ساعدوا لاعبين العمق الدفاعي أن يكون تنظيمهم جيد، إذا لم يكن أمامك لاعب ارتكاز لا تنسى اليوم يعني أنه يعني سلمان الفرج هو اللاعب المحور المساند، مع وجود اللاعب لوفيرا ليس اللاعب اللي فعلا يقنعك في أداء الفني في افتكاك الكرة في التوقع في الحضور في تغطية ظهري الجنب في تغطية العمق، في خلل فني في 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 العمق الهلالي يتضح من خلال المباريات السابقة وحتى في مباراة اليوم، لكن اليوم الحضور الفني لكل اللاعبين الروح اللي كانوا عليها غطت بعض الأخطاء، ولو كان في شيء من التركيز ربما لسجل الهلال نتيجة أكبر أكثر من 3 أو 4 أهداف،
رغم أنه الفريق المقابل كان فريق قوي وفريق شرس ومتمرس ومع دعم جماهيري كبير جدا، لكنه فعلا الأخطاء الفنية يجب أن يتم الانتباه لها بشكل أفضل في المباريات القادمة. خالد، رغم استفزاز الجماهير الإيرانية للاعبين ومحاولة إخراجهم من التركيز داخل الملعب، متفجرات، رمي أحجار، إلا أن الحقيقة نجوم الهلال استطاعوا التركيز داخل الملعب وانتزاع النتيجة. أخوي محمد، أنا في عبارة كنت دائما أكررها وأقولها، إنه الهلال هو من يصنع المدربين وليس المدربين هم، ياما الهلال صنع مدربين بإمكانيات أقل من الهلال، ولكن شفنا اليوم يعني مع ترامي الزلاتكو الهلال بلعيبته بمواهبهم بمهاراتهم بنجومهم. اليوم احنا ترى كلمة 4-4-2 ولا يقول لك 4-5-1 ممكن الكابتن عبد العزيز يعرف الكلام هذا، 5-5-4-1 هذه كلها على الورق، لكن عندما تبدا المباراه انا الطريقه اللي لعب بها الهلال اليوم اقدر اسميها الكره الشامله. والله طول الطريق وانا جاي الى الاستديو قاعد افكر من هو نجم المباراه، ما وجدت نجم واحد حقيقه، احترت كلهم نجوم، يعني كان فيه جهد وعطاء واحساس بالمسؤوليه. ترى بالمناسبه ليش يقولوا هذا لاعب عادي وهذا لاعب نجم؟ اللاعب النجم الحقيقي هو اللي يلعب تحت الضغط، نعم، اللي يحترمون الجمهور. ويقدر الهلال اليوم لعب تحت ضغط جماهيري من خلال متابعه جماهيره ومن خلال الضغوط الجماهيريه في ايران وسوء المعامله، ولكن اكدوا لعيبه الهلال. بالمناسبه ياسر الشهراني اكد انه مكسب كبير للهلال، وحلال الفلوس اللي اخذها والله يزيدوا. ايضا سالم الدوسري ما شاء الله تبارك الله، ايش الحلاوه هذه وايش المواهب هذه؟ يعني الفريق الايراني ممكن اختلف مع الكابتن عبد العزيز انه يقول شفنا دفاع الهلال اليوم حتى من خلفهم الحارس الواعد السديري، يعني صراحه غطوا اليوم. انا ما كنت عارف اليوم مين الوسط ومين المدافع، كانت الوسط كان بيساند وبيرجعوا الفرج ما شاء الله تبارك الله. يعني انا كنت اتمنى الشلهوب، ما ادري الشلهوب كان في الاحتياط ولا لا، المباراه كانت محتاجه في النص ساعه الاخيره واحد بخبره الشلهوب. شفنا التغييرات، يعني تغييرات ما عملت إضافة كبيرة للهلال، ولكن كانت مجرد تغييرات للتغييرات. الفرقة الأساسية قدمت مستوى كبير. لا تنسى الحكم، والله الحكم السنغافوري هذا من يوم ما شفته عبد الملك يعني اتشامت، رغم انه تشاؤم انا ما احبه، لكن شفنا الحكم قديش ضغط على الهلال في مدافع في فريق الاستقلال الإيراني، يا اخي كان عنده كرت اصفر وضرب اللاعب الكوري اقل شيء كرت احمر. شفنا مخاشنه، شفنا الوقت بدل الضايع حسب 5 دقائق وحسب فوقها كمان 3 دقائق. يعني صراحه يعني سوء تحكيم وسوء استقبال وضغوط جماهيريه. والله الفريق الهلالي اليوم خاصه انه الريان قدر يكسب العين في الدوحه، هذه المجموعه الان كلها مجموعه ولعت، فالهلال الان له فرصه كبيره ان لم يتصدر المجموعه على الاقل انه مباراه العين القادمه للهلال في الرياض مباراه جدا حاسمه. هذا هو الهلال اللي احنا نعرفه، وهذا نجوم الهلال. وحتى ياسر القحطاني اليوم ممكن ما كان مستواه، لكن هدد وانا كنت اتمنى نواف العابد، يعني هذه القدره الهجوميه من الظلم انه يتراجع للوسط، كنت اتمنى انه نواف يعني يكون قدام، لانه فعلا هداف ولاعبين واعدين. الهلال اليوم مزيج من الخبره ومزيج من الشباب، لكن الشباب اليوم في الهلال اكدوا انه الهلال حتى والله ما يحتاج اي لاعب من اي نادي اخر، رغم اني سمعت انه محمد نور في مفاوضات مع الهلال، هذه مدى صحته يعني. نعم.